عودة أخرى للملف اليمني، انضموا معنا هاتفيا من تعز رئيس مركز جهود للدراسات عبد الستار الشميري. أهلا بك أستاذ عبد الستار. بداية، كيف تقارن الانتصارات المتلاحقة للجيش اليمني ضد الانقلابيين في العديد من الجبهات؟ أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. سياق المعارك تقريبا في معظم الجبهات حتى الآن تأخذ شكل مسرح العمليات السابق مع بعض التقدمات للجيش الشرعي والمقاومة. حاول الحوثيون في تعز على سبيل المثال استرداد بعض ما فقدوه من مواقع هامة في الجبهة الغربية كجبل هان ومنطقة الضباب في محاولة تسلل يائسة. في الجبهة الشرقية أيضا شهدت في تعز معارك شرسة في اليوم أمس الأول ويومنا هذا. كذلك على جبهة الجنوب حاولوا أيضا استرداد مواقع كانوا قد فقدوها من أسبوعين تقريبا، ولكن وتيرة المعارك تأخذ شكل الكر والفر في نفس النطاق الجغرافي للأسبوعين الماضيين تقريبا. نعم، لكن تعز حالة إنسانية فريدة نظرا للحصار الخانق من قبل الانقلابيين. ماذا يجني المتمردون الحوثيون من وراء هذا الحصار الخانق للمدينة، وما المكاسب التي يسعون تحقيقها من وراء ذلك؟ لا شك أن تعز محاصرة منذ أكثر من سنة تقريبا، لا يصل إليها شيء إلا عبر طرق ضيقة جبلية صعبة. حرب الحوثي على تعز هي حرب وحصار من أجل أن يركعوا أبنائها، أن يعلن أبنائها عدم المقاومة، عدم الدخول في أي شكل من أشكال الدفاع عن النفس. يريدون بهذه الطريقة تجويع الناس وإخراج الساكنين في المدينة من المدينة إلى مناطق أخرى. هذه المحاولات كانت خلال السنة الماضية، وكذلك الذين باقين في المدينة يحاولون أن يرسلون إليهم قضايا الكتيوشا ليل نهار. محاولة تدمير شامل للمدينة أرضا وإنسانا وبنية تحتية، محاولة تجويع وإفقار وحرب، حرب إبادة بكل أشكالها. ظن منهم أنه في النهاية أهل المدينة والناس يرفعون الأيدي بالاستسلام ويأذنون لهم بالدخول، ولكن بعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذه الفترة الطويلة لا تزال هذه المدينة تصمد بأبنائها، سواء المقاومون في الجبهات أو المدنيين في البيوت، ويحاولون أن يعيشوا حياتهم الطبيعية رغم كل الظروف المعيقة، انعدام شبكة الكهرباء والمياه وأبسط الاحتياجات، إلا ما يأتي من ضغط بسيط من إعانة إنسانية عند فتح طريق هنا وهناك فقط. الحالة بالفعل بائسة ويخفى لها، ولكن هذا قدر تعز على مر التاريخ اليمني كانت دائما تعطي وتصبر وتستنزف، ولكنها بالنهاية تصمد. نعم، لكن بالنسبة للعمليات العسكرية في تعز ومديرية نهم، هل اقترب الوقت لتحقيق انتصار كبير يكون بمثابة الدخول إلى صنعاء؟ معركة نهم هي المعركة الأهم، ومعركة صنعاء الكل يرتقبها، تأخرت المعركة بالفعل. هناك حاجة لمزيد من ضخ الدماء وضخ حروب جديدة واستراتيجية جديدة للتعجيز في هذه المعركة. معركة صنعاء هي المعركة الأهم، إذا سقط الرأس تسقط جميع الأطراف حتى جبهة تعز. وأعتقد أن الحديث أن جبهة نهم أصبحت وشيكة جدا ربما تكرر كثيرا، ولكن في الحقيقة يبدو أن معركة نهم تحتاج إلى إعادة نظر وتحتاج إلى تسريع وتيرتها بأي شكل من الأشكال، لأنها هي المعركة المنتظرة التي يمكن أن تحسم جميع المعارك الأخرى التي تشكل أطراف كانت هنا أو هناك. نعم، شكرا لك الأستاذ عبد الستار الشميري رئيس مركز جهود للدراسات، شكرا جزيلا لك.